بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أخت إيمان، مرحبا بك أولا وأخيرا من كل شيء. يعني وصورة بعد راه هي الديت ديال اليوم، ماشي أنا، فهمتي ولا لا؟ هو أول مرحبا بك. قلتينا باش الإخوان اللي بقوا ما إلا شاف شي واحدة بالكلمة هذه يعرف شكون انت وعلاش تنهضرو. انت الرئيسة الجديدة ديال المحمدية، قد شاء الله دابا صافي، ان شاء الله قد شاء الله دابا انت رئيسة. انت دابا خصك تبين لينا بلي انت كفؤة وانت جديرة بهذه الرئاسة، وان شاء الله الرحمن الرحيم سوف تكونين، ما تخلعيش انت. هذا هو اذا الاولى اللي بغيت نهنيك، لانه لو كان ماشي المسار ديالك في المجتمع والمسار ديالك الحزب ديالك، فهمتيني ولا لا، والمسار ديالك في المجلس ما غاديش يرشحوك الاخوان، واخا ما يرشحو حتى واحد. الاخوان ديال المحمديه ما رشحوك الا لقناعتهم ان المسار ديالك يعني كيستحق هذا الترشيح. اذا هما رشحوك والحمد لله، جابت الله سبحانه وتعالى التوفيق. بهذه المناسبه بغيت نبدا بالشكر ديال الاخوان الاتحاديين اللي صوتوا عليك قبل من هذوك ديالنا. انت هنيتك في التليفون ولا، ولكن هما يعني عطاوني انا شخصيا واحد الامل، هو انهم هما اتحاديين والامين العام ديالهم مشات عندهم حسب الذي بلغنا، الله اعلم واش داكشي صح ولا لا، يراودهم على ان يصوتوا على شخص اخر معروف يعني وكان سبق له كان رئيس، وكانت يعني المرور ديالو ما كانش محمود في هذيك المدينه، فهمتيني ولا لا؟ ولكن هما صبروا وصمدوا، وغادي يكونوا بدون شك بالرئيس ديالهم ولا بلا الرئيس ديالهم غادي يكونوا خضعوا للضغوط وغادي يكونوا خضعوا لاغراءات كبيره، ولكن هما صبروا وصمدوا وقرروا باش يصوتوا عليك. طبعا هذا يسرنا نحن كحزب ويسرني انا كامين عام سابق، ولكن المهم بالنسبة كإشارة للوطن بمعنى آخر، أنه المواطنين يعني واخا تيكون شي واحد يعني الحزب ديالو بحال بغيتي تقول بدا كي يعني يميل ذات اليمين أو ذات اليسار، فهمتيني ولا لا؟ اليمين طبعا بالمعنى السلبي واليسار بالمعنى السلبي بطبيعة الحال. يعني الناس في الآخر كيشوفوا شكون اللي إنسان معقول يمكن لهم يشتغلوا معاه ويمكن لهم يقدموا معاه خدمات للوطن، وعنده الكلمه وفيه الجديه وفيه المعقول، وتيختاروا رغم الضغوط ورغم التيار ورغم يعني الابتزاز ورغم الاغراء ورغم الاغواء الى اخره. انت كاين اشاعات كتكلم على ارقام فلكيه، فهمتيني ولا لا؟ يعني عرضت على هؤلاء الناس، فهمتيني ولا لا؟ وهم صبروا وصمدوا، وهذو هما الاتحادين اللي كنعرفوا حنا. ربما ما حناش وياهم متفقين على الخطط ديالنا السياسيه ولا البرامج ديالنا السياسيه، ولكن الرجال كيعرفوا بعضياتهم وتيقدروا بعضياتهم. وهذه القضيه هذه ما وقعتش غير عندك انت في المحمديه، وقعت كذلك في امين تانوت الى ما الى الى ما الى ما الى ما غلطتش. في امين تانوت كان عندهم مرشح واحد ديال العداله والتنميه، فضلوا انهم يعطيوها الرئاسه على يعطيوها لشخص اخر اللي ربما اقرب اليهم وربما كاع من الحزب ديالهم، ما بقيتش كنتذكر، ولكن شافوا السلوك ديالو ربما ماشي لائق بالمهمه اللي كيتحمل. ولهذا هاد 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 الاخوان هادو زعما كنحرص باش نوجهوا. انا اتصلت بالسي حسن طارق ديك النهار فاش بلغني الخبر وهنيتو، قلت له الله يخليك هني هاد الناس هادو يعني على هاد الموقف، لان هذا موقف مشرف وكيشرف الوطن. انا كنظن انه هذا الموقف كيشرف الوطن، وهذا الموقف كيشرف الحزب ديالهم، وهذا الموقف كيشرف الحياه السياسيه، لان الحياه السياسيه يعني خضعت لواحد العدد ديال الخبطات، فهمتيني ولا، اللي شوهاتها في الذهن ديال المواطن. ولكن اللي غيرد الامل والثقه في الحياه السياسيه راه ماشي هو
يعني بعض الامور اللي هي قانونيه او ماليه او لا، اللي غيرد الامل هو المواقف ديال الشجاعه وديال الرجوله وديال النزاهه وديال وهذه منها، هذه منها فهمتي ولا. وطبعا الحال انا كنظن ان حزب بحال هذا اللي باقي فيه هذا النوع ديال الناس باقي يمكن يكون عنده دور يعني في المستقبل اذا تخلى عن يعني الاساليب اللي خلاتنا تقريبا ما بقيناش تنعرفوا ولا تنعرفوا شكون اللي فيه فهمتي ولا لا، حيتي ثلاثه ولا اربعه ديال الناس الاخرين ما كنعرفوش حتى شكون هما ولا نسمع لهم ركزه فهمتي يعني ما عرفتش واش كانت تضغط ما في هذاك الحزب. المهم الله يرضي الجميع، الله يرضي الجميع فهمتي ولا، رحنا فهمتي ولا، لان هذا الشيء هذا يعني ماشي مهدد به غير هذاك الحزب، راه مهدد به الحياه السياسيه كلها هي، خاص الناس اللي فيهم زعما اللي بغينا نقولوا فيهم زعما اللي بغينا نقولوا باقي عندهم المبادئ عندها مكانه في حياتهم وداك الشيء يعني يدواو سورو سيزير سورو سيزير باش 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 باش. لهذا اذا تنعاود نهني هذوك الشباب ديال المحمديه، ما كنعرفهمش، ما عندي حتى رغبه باش نشوش عليهم ولا باش يجيو لعندي ولا باش نعرفهم ولا باش يعرفوني. داروا موقف مشرف فهمتيني ولا، هنيئا لهم، ونقول لهم باللي بحال هذا الشيء هذا هو اللي يمكن في المستقبل يبني الوطن. ماشي مشكل يكون الرئيس بالعداله والتنميه ولا ما يكونش، إذا كان كيستحق يكون ما كانش يستحق يكون ما يكونش، ولكن تمشي الرئاسة للناس اللي هم يعني أقرب إلى المبادئ وإلى القيم وإلى إيطار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا هو المسألة الثانية، وهي بغيت نهني الإخوان ديالك لأنه أنا كنطير لي مع المحمدية بكل صراحة، وطير لي مع الإخوان كلهم، ولكن هذه المرة هذه شفتهم بغض النظر على واحد الجوج كيظهر ليا فهمتيني ولا، اللي كيظهر مشاو مع جهه اخرى، وانا هذوك يعني ما يعني يعني ليس لهم مني اي احترام ولا اي تقدير. اللي مشى تمشى فهمتيني ولا، بدل يعني بدل يعني قلب الفيستا كيف تيقولوا المغاربه فهمتيني ولا، غادي يكون بدون شك من اجل وعود او اغواء او اغراء او اشياء يعني حقيره بدون شك. انا كنظن هذا وقع عنده ما يدير في الحزب ديالو فهمتي ولا، ولو شي وحدين يقول لك انني انا سنت هذاك الرئيس، هذا صحيح سنت هذاك الرئيس السابق لان انتم اللي طرحتوا عليا، ملي طلع انه تيتصرف تصرفات ماشي لائقه، ما والله خا يكون ولدي ما نعرفو ما يعرفني، باش تكون زعما الامور زعما واضحه. مع الاسف الشديد هذا الشيء اللي دار يعني هذا الشيء اللي دار، بالخصوص ملي 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 ما جاش التزم، كان التزم جا صوت مع خوتو، ما عندي ما نقول، قول اختلفتي وما اتفقتيوش الى اخره، التزم ماشي مشكل، ولكن مادام دار هذا الشيء هذا يدبر راسو صافي يجري طوالو. دابا يشوف مزيان غادي يعني دابا يشوف مزيان فين غادي فين غادي فين فين غادي يمشي به هذا الشيء، لانه بدون شك هذوك الناس اللي غيكونوا ضحكوا عليه راه غادي يكونوا ضحكوا عليه والسلام، باش تكون زعما الامور يعني واضحه وضوح الشمس والظهيره. بالنسبه لك انت الاخت ايمان، طب تحل انت لو كيلو صغيره في السن ديالك، شحال من السن ديالك؟ 33. ما شاء الله عليك، والحمد لله ماشي صغيره بزاف، راه 33 عام راه مزيان الحمد لله، قررتي من الاربعين حتى اذا بلغ شده وما كنتش بزاف فهمتي، وبالهجري غيكون عندك 34 ماشي 33، لان الهجري 34 الهجري عام تيتزاد كل 33 سنه. فانا باغي نقول لك يعني ما تخلعيش، راه المسؤولية يعني تيقولوا بالفرنسية سوني با سوسي، الأولى اللي غنوصيك بها فهمتيني ولا، وهي النزاهة، النزاهة ثم النزاهة ثم النزاهة. راه النزاهة ماشي هي تبان عليك النزاهة، النزاهة هي تكوني نزيهة، وراه واخا يعني يبقاو يتكلموا عليك ولا يقولوا عليك أي شيء، راه إلا كنتي نزيهة راكي نزيهة، راه واخا الطير يطير السماء ويزول الأرض، واخا يجندوا الجنود ديالهم ديال الانس والجن، فهمتي ولا، الا كنتي نزيهه راكي نزيهه، وتعرفي بالنزاهه ديالك فهمتي ولا، النزاهه ثم النزاهه ثم النزاهه، هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه وهي يعني الشجاعه، لا بد من نصيب من الشجاعه، لا
لانه الانسان في هذه المهمه كيخضع لواحد العدد ديال الضغوط كتكون فهمتيني ولا لا من بعض الناس ديال السلطه يعني سنه الله اللي خلقه من الناس ديال السلطه من الصف ديال الاخوان ديالك من الصف ديال الناس اللي معاك في المكتب من الصف ديال الناس اللي معاك من الحلفاء ديالك في المكتب من الصف ديال المواطنين اللي عنده شي حق اعطيه اللي عنده شي حاجه اللي زعما ما فيهاش ضرر للمجتمع ما فيهاش ضرر للمدينه ما ساعدي معاه لانه ماشي المسؤول ماشي داوه الناس باش يتصرف بحال الحديده لا المسؤول داوه الناس باش ييسر الامور باش يقدر المصالح ديال الناس باش انت هذا هو المهم ولكن الحاجه اللي فيها مخالفه للقانون بنيه سيئه او فيها ضرر للمجتمع او للمدينه اياك ثم اياك واخا توقف وجه شكون ما كان زعما هذاك الشجاعه هي واحد الحاجه ضروري. المساله الثالثه اللي غادي نوصيك بها وهي كنوصيك بهاد الاخوان اللي معاك في الرئاسه ديال الحزب يعني في الرئاسه ديال المدينه سواء من هذوك اللي جايين معاك من الاتحاد الاشتراكي ولا هذوك اللي يعني الاساس ديال التعامل ديالك معاهم خصو يكون هو الثقه. كنعرف بلي بعض الاخوان ديالنا في الجماعات ولا من مختلف الاحزاب ماشي غير ديالنا يعني كيتخلعوا وكيخافوا لا يمشيوا يديروا هذوك شي خطا ولا شي مخالفه وكيبداو يشدوا عليهم ما يعطيوش التفويضات الى اخره. لا انت اللي عطيتيه شي حاجه اعطيه انت ولا وخليه يتصرف. الا دار شي مخالفه اللي هي خاصها التنبيه نبيه الا دار شي مخالفه اللي خاصها المؤاخذه ولا تحيد لي التفويض حيدي لي ولكن خص يكون داك الشيء بين واضح فهمتي هذا هو وتأليف القلوب ما استطعتي الى ذلك من سبيل فهمتي ولا بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انتهى الكلام. انت ماشي هذا الشيء ما سعيتي ليه ما فكرتي فيه ما كانش تجيك حتى للبال فهمتي ولا كنتي كان هذاك عنتران من بعد عنتران ملي مشى كان غادي يجي شخص اخر ما تيسرلوش الله سبحانه وتعالى هو اللي قدرك باش تكوني تمايا باش تكوني تمايا انت هي تمايا ما حدك تمايا ما حد هما باغيينك ملي غيتسالى الوقت ديالك راه انتهى الموضوع ما انت راه الانسان راه ماشي حمق باش يبقى لاصق بواحد الحاجه اللي ماشي ديالو. هذيك المسؤوليه هي مده وتنتهي فهمتي ولا لا. خص الباساج يكون مزيان الباساج يكون بوزيتيف الباساج هو المهم. ولا كان الانسان مزيان راه ماشي غير هو اللي عارف راسو مزيان راه العالم كله كيشوفو الله سبحانه وتعالى كيشوفو والملائكة كيشوفوه والمؤمنين فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فهمتي. والناس إذا كان شافوك مزيان راه غيرجعوا لك ولا بغى الله تبقى عندك المحمدية راه تقدر تبقى عندك يعني 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 ولايات متعددة ولا ما بغاش الله سبحانه وتعالى فقد أراحك فهمتي. ولكن المهم هو أنه يتسمى الأخت إيمان ملي دازت إيمان صابر أنت جمعتي في اسمك يعني صفتين هما الأساس يعني الايمان والصبر وخصك تضيفي بيناتهم العمل الصالح فإن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت عندك جوج السميه ديالك جوج خصك تزيديهم بالعمل ديالك فهمتي ولا لا فهمتي. فهذا الشيء اللي كاين غادي يعني والقناعه فهمتي. انا ما تنعرفش شحال تياخذ الرئيس ديال المدينه بحال المحمديه ولكن انا متاكد انه تياخذ بما فيه الكفايه الله يجعل البركه. داك الشيء اللي كياخذ الله يجعل البركه ما بقات لا زياده ولا نقصان باش تبقى الامور يعني كما هي. فهمت هي دابا توكلي على الله. طبعا انت امراه ما غادي يكون اصعب عليك ان تمارسي المسؤوليه من لو كنت يعني رجلا لانه المراه كتكون عندها مسؤوليه في البيت وكذا وكنتمنى من راجلك يعاونك باش اللي يكون متسامح معاك ويعاونك حتى هو شي شويه فهمتيني ولا يغسل الماحل ويطيب ويعجن الا كان خاصو فهمتيني ولا يدير شي حاجه من هاد الشيء راه ما فيها حتى شي عيب راه بالعكس راه داك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملو. سيدنا النبي ماشي كان كيعجن ولا كيطيب ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويكون في خدمه اهله الى اخره هادشي راه معروف. فكنطلب من راجلك زعما يعاونك ويوقف معاك الى جانبك ويساندك نفسيا ويساندك معنويا على ما دوز هاد المرحلة هادي فهمتي ولا باقي 3 سنين دابا ياك بقى كيما هي 3 سنين ولكن عمليا عملي لا 3 سنين ماشي عملي
ثلاث سنين وانت لم قد ثلاث سنين وانت ثلاث سنين تما ان شاء الله الرحمن الرحيم ولو الله تكوني زعما يعني مره اخرى وردي البال في العمل ديالك ليسونسيال هذاك الشيء اللي كيقولوا لك ديال انه غنديروا هذه باش تبان باش المواطنين ما ديرش لك شيء هادشي هذاك شوف هادشي كلشي هادشي كتخربق هذيك السياسه ديال الخوا الخاوي ديال الناس اللي ما كيفهموا في السياسه لا دباعتها فهمتي شوفي شنو المواطنين محتاجين ماشي شنو هو اللي غيبان النهار قال لي واحد الاخ ما عرفت واش اخ ولا اخ فهمتيني ولا قال لي il faut paraître قلت له il faut pas paraître il faut être فهمتي هاد باغيتخ فهمتيني ولا هادو السياسة ديال باغيتخ إلا جيت تشوف التاريخ ديال المغرب شحال فيها ديال الزعماء ديال باغيتخ فهمتيني ولا يعني بي 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 بالكيلوات ولكن في الأخر كتلقاهم كتفوت بضعة أسابيع تينسوهم الناس ولكن الناس اللي جابتهم الحزة وجابهم يعني الحرص على مصلحة الوطن والدبزو عليه وكانوا الناس ضدهم فهمتيني ولا وخا هكذاك بقاو الناس كيعرفوهم بقاو الناس كيذكروهم بخير فهمتيني ولا كاين فيهم اللي مات هذه سنوات كاين فيهم اللي باقي حي كاين فيهم اللي ومنهم من ينتظر فهمتي الله سبحانه وتعالى طلع بهم الا ما طلعش بهم في حياتهم كيطلع بهم بعد الوفاة ديالهم فهمتي لهذا تيخصك يعني تفكري في الحاجة وما تكتريش على راسك هذه لا شوفي الاولويات الحاجه اللي يعني في المدينه اللي خلال ثلاث سنوات تقدري ديريها يعني ربما نقول لك جوج ثلاثه اربعه د الحوايج ديرهم في البال ديالك وسيري لهم وديري وحاولي مع الاخوان في المكتب قنعيهم يعني يمشيو جوج ثلاثه ديال الحوايج اللي فيهم مصلحه ديال البلاد المدينه اللي فيهم مثلا لا الناس ديال السلطه حاولي تكوني معاهم احسن ما يمكن في المغرب راه الا ما كانتش معاك السلطه راه ما عندك ما دير فهمتي يعني الناس ديال السلطه يعني يكونوا معاهم احسن ما يمكن في حدود يعني المعقول قانون ما ما ما, ما, ما لا طلب منك شي واحد شي حاجه اللي ماشي قانونيه ولا هذيك الساعات ديك حاجه اخرى فهمتي اما يعني يعني المواقف ديالك زعما يعني ماشي كاين اللي كيسحب له راسو الا تفاهم مع السلطه الناس غيقولوا عليه هذا عامل ولا مخزني ولا هذيك الهضره ديال الخوان الخاوي هذيك الهضره ديال 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 ديال, ديال, ديال الشماكريه ديال السياسه هي فيها الشماكريه اللي ما عندهم حتى شغال ما في يدهم حتى حاجه ولكن فيهم البلا بلا اسيدي انا العامل كنعتبره اخ ديالي الوالي كنعتبره اخ ديالي المقدم الباشا القايد الشيخ الخليفه كلهم هادو انا ما بيني وبينهم غير الخير والاحسان الناس ديال الامن كنعتبرهم خوتي وتولى لو كان ماشي هما اللي واقفين على الامن ديال هاد البلاد لو كان ما يكون عندنا حتى شي لا امن لا استقرار فهمتيني ولا لا والتعامل معهم والتعاون معهم ماشي هادشي هذا انا ما كنقولوش ك غير حين تشفي الدم السلطه حين تشفي يمكن هما اما يعاونوك اما يهرسوك لا انا هذه قناعات ديالي مشيت بها 40 عام وانا مازال الحمد لله غادي بها ومتمسك بها ما غاديش نوصيك اذا كانت شي توجيهات ديال جلاله الملك انك يعني باش لانه على كل حال سيدنا باش نكون واضحين على الاقل هذه العالم كله غادي يعترف له بها انه غير وجه المدينه المغربيه ولينا كنعتزو الى دخلنا للرباط كنعتزو الى خرجنا من الرباط كنعتزو الى خرجنا من سلا كنعتزو الى دخلنا لفاس كنعتزو الى دخلنا لطنجه كنعتزو الى هذا بهذو اللي ذكرت غير اللي حضروني اما كيظهر لي المدينه المغربيه كلها جلالة الملك يعني الله يجزيه بخير بالتوجيهات ديالو باش نكونوا زعما واضحين بالتوجيهات ديالو فهمتيني ولا والمكانه ديالو والسلطه ديالو فهمتيني ولا واحد العدد ديال الامور الله عمرها ما كانت تكون لك ماشي هو كل واحد باقي المدن ديالنا طبعا ماشي داكشي ماشي يعني ماشي بحال اللي كيتمنى هو نفسه للمدينه لانه هو كون مجبر تكون المدن ديالنا كلها بحال المدن الاوروبيه ولا اكثر ولكن بعدا الحمد لله
الحمد لله. ولهذا لما تنظن باللي التوجيه الدستوري راه كنبغي يكون شرف لك انتيا باش تكوني اول المشتغلين عليها باش تخدميها وداك الشيء. والمواطنين يكونوا معاهم غير معقوله، ما كاينش المجامله اكثر من القياس ولا لا، كوني معاهم معقوله فهمتيني ولا لا، ولكن اعطيهم الخاطر باش عندك شي واحد وقال لك عندك شي مشكل وحاولي تلقاي له حل. انت لقيتي شي واحد دابا يمكن يكون عنده شي مشكل وهذا، ولكن يعني واحد فيه الى حاولتي باش تحلي المشكل ما تفكريش واش غيصوتوا عليك ولا ما غيصوتوش عليك. يصوتوا على خاطر ما بغاوش يصوتوا على خاطر انا تيخصني ندير المهمه ديالي دوز. انا اللي كنت انا رئيس ديال الحكومه، الناس اللي كانوا ضد باش نكون رئيس ديال الحكومه ملي شافوا داك الشيء جاي قالوا راه انا طلبت من وزير الداخليه نكون رئيس حكومه ولو غير 6 شهور. انا ما عمرني طلبت له حتى شي حاجه باش نولي لا رئيس حكومه ولا جوج، لا 6 شهور لا 6 سنين لا 66 عام، فهمتيني ولا لا؟ جابتني الحزه عيني سيدنا الله يجزيه بخير فهمتيني ولا لا؟ وبديت تنخدم داك الشيء اللي كنت كندير كل شيء نايض عليه الصداع، 5 سنين ديال الصداع فهمتيني ولا لا؟ بغاو يطيحوني في 2013 ما قصروش ما نعرفش شنو داروا الى اخره. ونقول لك واحد القضيه، داخل الحكومه كانوا الناس يقولوا لي هذا الشيء اللي كدير السي بنكلان الناس ما غاديش يبقوا يصوتوا عليك الى اخره فهمتيني ولا يدبر نصب. انا هذا الشيء اللي اعتقدت باللي فيه المصلحه ديال البلاد، القضيه ديال الاقتطاع ديال الموظفين انا اللي درته، عبد الاله بنكلان هو اللي داره. انا هذاك الشيء اللي اعتقدت باللي فيه المصلحه ديال المقاصة عبد الإله بنكيران اللي داروا، داك الشيء اللي اعتقدت فيه المصلحة ديال المغاربة في الطول مع عبد الإله بنكيران اللي داروا، داك الشيء اللي اعتقدت فيه المصلحة ديال التقاعد عبد الإله بنكيران اللي داروا، درتو وكنعتز به. والمغرب كيقول دابا، وتصنتي للمسؤولين الكبار ديال الدولة، تصنتي لوالي بنك المغرب، وتصنتي للرئيس ديال المجلس على الحسابات وغيرهم، وشوفي اش تيقولوا على داك الشيء في التقارير ديالهم. طبعا تيقولوا هذا الشيء غير كافي، وانا حتى انا كنقول هذا الشيء غير كافي، كنت كنتمنى كون درت اكثر فهمتيني ولا لا؟ لان هذه هي المصلحات ديال البلاد، والمصلحات ديال البلاد. وفي الاخر العجيب والغريب وان المواطنين اللي كانوا كيديروا لهم فهمتيني ولا لا لافاج دو سيرفو، تيقولوا لهم هذا زاد عليكم في التقاعد، زاد عليكم في كذا، زاد عليكم في الطوز، زاد عليكم الماء، هما اللي عاودوا صوتوا عليا، وهما اللي عاودوا طلعوني مره اخرى، وهما السبب باش سيدنا عاود اختارني رئيس ديال الحكومه مره اخرى. ما بغاتش قدرت الله باش نعاود نبقى، وقع داك الشيء اللي وقع. السياسه عندها منطق، الدوله المغربيه عندها منطق، جا الوقت باش ما بقاش ممكن نبقى رئيس ديال الحكومه، مشيت صافي. واذا قيل لك كفى فكفى، ما غاديش نبداو حنايا كنجبدوا مشاكل بلادنا، انتهى الكلام فهمتيني ولا لا؟ من ذاك الوقت وهما راهما كيحاولوا، حنا ما نتمناو لبلادنا غير الخير فهمتيني ولا لا؟ ولهذا اليوم الاستاذه حاولي هاد الشيء هذا يبقى في الدين ديالك فهمتي، وتعملي به فهمتي، ودوزي، ويكون الهدف ديالك ماشي هو يصوتوا عليك الناس، يكون الهدف ديالك هو دوزي واحد المده مشرفه، واحد المده فيها خدمه حقيقيه للمواطن وانجازات حقيقيه ولو محدوده فهمتيني ولا لا؟ وتوكلي على الله، والمستقبل بيد الله. وراه العداله والتنميه راه ماشي واحد الخطا ديال التاريخ جابتو 20 فبراير، فهمتي؟ هذا واحد 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 النبته اللي تسعى في اتجاه الاصلاح، ما جاتش باش تستفد فقط، ماشي عيب الاخوان يستفدوا من المسائل القانونيه، ماشي عيب الاخوان يستفدوا من الامتيازات المشروعه، ماشي عيب. الناس كيتكلموا على المعاش اللي عطاني شتنا، انا كنعتبره شرف ليا وللحزب، واللي عجبو الحال هو هذاك، اللي ما عجبوش الحال على خاطر ماشي عيب. ما سرقت، ما طلبت، ما والو، فهمتي ولا لا؟ الامور ديالي الحمد لله
انت غادي هو هذا الشيء غادي نعاود نرجع له غادي نشرحه ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار 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 ولكن اياك ثم اياك ثم اياك الحاجه اللي طايحه والحاجه اللي طايحه واخا تقولي ما يعرفوش الناس بينك وبين الله راه هو عارف الحاجه اللي طايحه كلها هي انتي ولا بعد منها والله سبحانه وتعالى يرزقك التوفيق ويرزقك ذريه صالحه ان شاء الله انت يلا تزوجتي وقيلا يلا تزوجت قريبا ان شاء الله يا مرحبا الله 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 يعطيك الساعه المباركه ان شاء الله اللي كيقولوا المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم وهذا الوليد ولا وليده اللي جايه الله يجعلها ان شاء الله الرحمن الرحيم كره العينه ومن اللي تودي ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا كاع ما جينا عندنا نصيفطوا لك شي هديه ان شاء الله الرحمن الرحيم.